وراح أضيفها في فيديو مستقل، وهي يعني على درجة حرارة بدي أجففها وأطحنها بودرة، بدي أحصل يعني الماجي البودرة. والآن راح أضيفها يعني إن شاء الله في فيديو مستقل. الآن لاحظوا كيف القوام تماما كأنك بتعمل البشاميل. إذن هذا هو الماجي البيتي المفيد الرائع اللي خالي، يعني هو مكثف وبنفس الوقت محسن، يعني محسن للنكهة وبنفس الوقت مفيد. انت عملته في البيت، مكونات متناول اليد وهكذا. إذن بتتركيها تبرد وبتسكري على القصدير وبتحطيها بالفريزر وبتحصلي. طبعا انا هاي للعرض هعملها، لاني انا بدي اجففها، بدي افردها في صينيه وافردها في الشمس حتى استغل الطاقه الشمسيه واحصل نكهه الماجي البودره يعني، واضيفها في فيديو اخر ان شاء الله. اذا الماجي بطريقه سهله حكينا، شوربه بالدجاج مكثفه كما رأينا، زائد بصل، حتى من كثر ما رائحتها رائعة ومشهية جدا. الأطفال بيحكوا لي شو الطبخة اللي عملتها. إذا فما بالك هاي الماجي لو تضيفيه على أي نكهة، محسن نكهة محسن قوام. إذا الماجي بأبسط صورة، ونشكر حسن الاستماع. إن شاء الله راح أضيف فيديو